السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عدنان تعليم من قناة عدنان التعليم. كما نشوف العنوان تحويل صورة عليها نص إلى نص حقيقي ويمكننا التحكم فيه. كيف ذلك؟ ذلك بواسطة موقع. هذا الموقع يشترط شرطان أساسيا: أن تكون الصورة بجودة جيدة، يعني ما تكونش فلو، وثاني حاجة تكون نص ما عدا اللغة العربية، ممكن لأن للأسف الشديد ما كناش اللغة العربية في هذا الموقع. دونك كيف ذلك؟ تبعوا معنا ونشوفوا. دونك اول حاجه كندخل لهذا الموقع هذا كما ترونه بحال هكا، راه تلقاوه في الوصف في يوتيوب. ثاني حاجه كنجي هنا، دونك كما تلاحظون يمكن ترجمه، يعني كتابه الترجمه بلغات التاليه. دونك نلاحظ ما كايناش اللغه العربيه. دونك كيف يمكن ذلك؟ دونك اول حاجه غنمشيو نختاروا الملف. انا بحال هنا اختاريت هذا الملف هذا، لاحظوا انه عباره عن صوره ماخوذه باليد، يعني بهاتفي الذكي طبعا وليس غبي. الو انتظر التحميل. دونك هنا ايضا يمكنكم اختيار الطاي. الو هنا لاحظوا يعطينا ارقام، يجب عليه ادخال هذه الارقام. دونك 4 2 3 7 4 1. اوكي، الخطوة الثانية هي convert. انتظر قليلا، فوالا يعطيني النص. ها هو النص كما تلاحظون، يمكنني نقله إذا أردت ذلك و كله في الوورد. لاحظوا أن حتى الوثوق تاع الكتاب أخذوا، يعني حتى المصدر تاع الكتاب أخذه، حتى يعني سبحان الله. المهم هذه كانت هدية من عدنان التعليم. دونك كما قلنا انه لا يدعم باللغه العربيه، طبعا خاصها تكون صوره جوده عاليه، ايضا ما تكونش مكتوبه باليد، يعني يكون مطبوع كما في هذه الصوره هذه. فلاحظوا الدقه اللي كاين نقول لنا بها. شكرا للاستماع ليكم، كان معكم عدنان التعليم، نتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم او هذا الموقع يكون عجبكم.